السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أنا في برنامج السكتش أب أرسم أشكال سهلة وبسيطة وأبدأ أتحكم فيها. دلوقتي نشوف لو أنا عايز أعمل كذا صورة سكينز، تمام، ويبقى عندي كلهم وأبدأ أتنقل بينهم. يعني مثلا المنظر ده مثلا عجبني، المكان دوت، أروح دايس هنا كريت، تمام، فيبقى عندي الصورة هنا مثلا. وجيت هنا زي ما احنا شفنا قبل كده، قلت له لا أنا عايز لقطة من الليفت، فجابها لي بالطريقه ديت، اقول له ديفولي، تمام. يبقى انا كده عندي صورتين، مجرد ان ادوس على اي واحده فيهم اتنقل بينهم بسهوله، تمام. ممكن اجي مثلا اخد لي صوره كمان واقول له اعمل لي صوره، او بيقول لي انت عايز تعمل ابديت ولا نيو ستايل ولا مجرد بس صوره كمان، بقول له هي انا عايز صوره كمان، تمام. هو اتنقل بينهم بسهوله، اي صوره اقف عليها وادوس عليها مرتين الاقي نفسي اتنقلت ليها. ممكن من هنا برضو اتنقل، لان هو بيتنقل بانيميشن بطريقه شكلها شيك شويه، تمام. ممكن اقول له انا عايز واحده بقى كاميرا، عايز واحده تكون توب مثلا، ونعمل لها كده واحده كمان اهي، نقل بينهم. ممكن لو انت من النوع اللي بيتضايق بسرعه ومش قادر تستنى الثانيتين دول، اجي من فيو انيميشن واقول له سيتنج، واقول له ما تعمليش سكين ترانزيشن، تمام. انا عايز مجرد ان ادوس على الشكل اروح له على طول. فدي ان احنا للانتقالات وبتاع والحاجات دي، انا فاضي الصراحه.